نصف عام من القتال والحرب الدائرة في هذه الجبهة، جبهة حمك الواقعة بين محافظتي الضالع وإب. تدور المعارك من فترة إلى أخرى بين قوات الحوثي وصالح وبين المقاومة الشعبية مسنودة بالجيش الوطني. نلتقي هنا بالقائد الميداني عبد السلام الأصهب ليطلعنا عن سير المعارك وما هي آخر المعارك التي دارت يوم أمس. فنحن في جبهة حمك، وها أنتم الآن تشاهدون، لم يفرق بيننا وبين العدو إلا أمتار، ونحن نراه وهم يرون، والمعارك دائرة على مدار الساعة والقصف مستمر. فنحن بحمد الله أمس حصلت اشتباكات وحصلت معارك على امتداد الجبهة من ظفار حتى هذا المكان، وجثثهم ما زالت مرمية أمام الملأ وأمام الأعيان، وصدينا في هذه الجبهة لأكثر من 55 هجوم للقوات الحوثية وما والها من قوات صالح، ونحن الحمد لله المعنويات مرتفعة، والمقاومة هنا على مدار الساعة جاهزة ومستعدة لأي هجوم والتصدي لأي محاولة اختراق أو تسلل للعدو. هل هناك جبهات أخرى على هذه السلسلة الجبلية؟ هذه السلسلة نعم، هي محادة الجبهة، نهاية هذه الجبهة محادة الشعر، جبهة الشعر، ومحادة ظفار جبهة بعدان بما تسمى بال ايش يسموا هذا الخط العذارب، خط العذارب، فهي جبهتان تعتبر في المنطقة العليا بجانب هذه الجبهة. شكرا. إذن هناك جبهتان بجوار هذه الجبهة جميعها تدافع عن محافظة الضالع وتتقدم نحو محافظة إب. محمد مريسي، قناة بلقيس، الضالع.